من واشنطن يعني مع السيد جويل روبن. سيد جويل، يعني كيف ترى، كيف استقبلت يعني هذا الفيتو الأمريكي اليوم في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار، في حين أننا منذ دقائق قليلة جدا جدا بيان للخارجية الأمريكية يتحدث عن الوضع الكارثي الإنساني في قطاع غزة؟ هل لديك تفسير؟ إنه لمن الرائع أن أكون معك، وأعتقد أن موقف إدارة بايدن أو ما تحاول فعله هي أنها تؤمن أن هناك احتياج لوجود مفاوضات لأجل وقف إطلاق النار، وأنها تحاول أن تعمل مع كانت تحاول أن تقوم بهذا الأمر مع حلفائنا في مصر وقطر ولم ينجح الأمر، لذلك فإن الأمم المتحدة تحاول أن تطلب واحد ومعارضة هذا الأمر ربما لن تطبيق هذا على أرض الواقع ربما لن يكون منطقيا أو قابلا للحدوث، لذلك حدثت هذه المفاوضات. وأيضا أن لابد أن تعطي إدارة إسرائيل مزيد من الضمانات لإدارة بايدن حول الوضع الإنساني هناك، ولكن لا يوجد شك بأن هناك معاناة مستمرة في غزة، وهذا أمر مقلق للغاية. كل الأطراف لابد أن يعمل سويا للوصول إلى وقف إطلاق النار الآن، ولا أظن أن سيكون الوضع أفضل حين يكون ترامب رئيسا بعد شهرين. إنه حان الوقت لدفع حماس للموافقة، وأيضا على الولايات المتحدة أن تستمر في الضغط على إسرائيل للموافقة. وأعتقد أن بالنسبة للأمم المتحدة كان الوضع في البيت الأبيض محبطا للغاية لعدم دفع كلا الطرفين لاتخاذ هذا القرار.